النهارده ان شاء الله هنعلمك طريقه جديده في الضرب، ولكن الطريقه دي هتتنفذ بشروط معينه. يعني الطريقه دي هتعملها بشروط معينه. فالاول احل مساله وبعدين اقول لك على الطريقه. دلوقتي انا هضرب 26 في 24، اقول 6 في 4 بكام؟ ب 24، و2 في 3 ب 6. انا عملت ايه؟ ضربت 6 في 4 ادينا 24، وضربت 2 في رقم 40، ايه الرقم اللي بعد الاثنين؟ 3. ف 2 في 3 بكام؟ ب 6. طيب الطريقه عباره عن ايه بقى؟ ان انا لما اجي اضرب رقمين في بعض والاقي الواحد في الرقم الاولاني، لان الواحد في الرقم الثاني يديني 10، ده اول شرط. ثاني شرط الاقي الارقام الموجوده بعد الواحات في الرقم الاولاني، ايه هي نفس الارقام الموجوده بعد الواحات في الرقم الثاني؟ ابدا بقى ان انا اضرب اول رقم هنا في الرقم الاولاني في اول رقم في الرقم الثاني، وبعدين اضرب الرقم اللي موجود بعد الواحات في الرقم اللي بعديه. تمام؟ فانا لقيت ان 6 زائد 4 اديني كام؟ 10، يبقى اول شرط حقق. ولقيت ان الاثنين اللي بعد الواحات هي برده موجوده بعد الواحات في رقم مين؟ الثاني. قمت ضرب 6 في 4 ده انا 24، وضربت 2 في الرقم اللي بعديه يجي هنا برده. هلاقي ان 8 زائد 2 يديني كام؟ 10، يبقى هو شرط حق. والارقام اللي بعد الواحات في الرقم الاولاني هي برده نفس الارقام اللي بعد الواحات في الرقم الثاني، يعني 8 موجود هنا و8 موجود هنا. يبقى اضرب بقى 2 في 8 يديني كام؟ 16. و8 في الرقم اللي بعديها 8 في 9 يديني كام؟ 72. نفس الحكايه، هاجي برده اضرب 93 في 97، هلاقي 3 زائد 7 يديني كام؟ 10، وال9 موجود هنا وال9 موجود هنا. يبقى 3 في 7 بكام؟ ب 21. و9 في 10 يديني كام؟ 90. ان انا بضرب ال9 في الرقم اللي بعديه. نفس الحكايه برده، عايز اضرب 104 في 106. الاقي ان 4 زائد 6 يديني كام؟ 10. والاقي ان الارقام اللي بعد الواحات في الرقم الاولاني هي نفس الارقام اللي بعد الواحات في الرقم الثاني. بعد الواحد هنا في كام؟ 10، وهنا برده بعد الواحد في هنا كام؟ 10. فهضرب 6 في 4 يديني 24. وهضرب 10 في الرقم اللي بعديه، الرقم بعد ال 10 11، 10 في 11 يديني كام؟ 110.